اسمي محمد، انا جيت من امريكا، عملت عمليه تجميليه وتوظيفيه عند الدكتور محمد الشواخ. اخذت نصائح بعض الدكاتره بعرفهم. كنت بدي اعملها بتركيا بس قالوا لي لا، تعال عند الدكتور محمد الشواخ بالشارقه بالامارات، وعملت عنده ما شاء الله، يعني النتائج كثير ممتازه لحد الان وكل شيء سليم. السلام عليكم جميعا، مرحبا. الاخ محمد جانا من امريكا مشان يعمل عمليه، عندنا عمليه انحراف مع تجميل انف مع عمليه جيوب. تواصل معي طبعا المريض حوالي اشهر، قبل 4-5 اشهر، والمريض تواصل معي بيقول لي دكتور حاب اعمل عمليه عندك، جاي خصوصي من امريكا للشارقه للسعود المانيا عندنا بالشارقه، قطع يعمل عمليه. امبارح عملنا العمليه، الحمد لله الامور كلها كانت كويسه، عمليه جيده، عمليه وظيفيه وعمليه تجميليه بنفس الوقت، والامور كانت جيده. طبعا المريض كان يعاني من سوابق مرضيه، عنده عمليه قلب مفتوح بعمر 6 اشهر، لذلك نحن هنا اخذنا كل الاجراءات اللازمه. اشكر اطباء القلبيه اللي معي، اطباء التخدير، عملنا الفحوصات اللازمه، اخذوا كل الاحتياطات. الحمد لله كانت العمليه ناجحه في كل المقاييس، سواء ضمن العمليه وحتى ما في الحمد لله اختلاطات بعد العمل الجراحي. هو بحالة جيدة جدا تنفسيا، اليوم ثاني يوم الحمد لله مثل ما كم شايفين اموره كويسة، تورم خفيف جدا والنتائج راح تكون جيدة، والحمد لله على سلامته وشكرا. Saudi German Hospital, caring like family.